واشرب الدواج؟ ما ابي. شنو ما تبي؟ ليش تدزيني كذي؟ ما يصير بابا. الدكتور شنو قال؟ مو قال لك لازم تاخذين دواج عشان تصيرين قوي وتطلعين عضلات؟ يلا ما ابي بابا. ما يصير حبيبتي. يلا عشان خاطري. يلا عشان وديك الالعاب. يلا 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 بطلع الجيش. بطي بطي. بسم الله. فوق 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 فوق. بعد شوي بس عفي على بنتي الشاطره الشيخه. حتى تستوى كمادات. شوفي راسك صار بارد. صار احسن. هلا الهام. هلا والله. شلونك الهام؟ انا جدا اسف. انا ادري ان المفروض ان اليوم امرك المكتب بس ما قدرت والله. صار عندي ظرف طارئ. استاذ ابراهيم اليوم كان عندي المندوب اللي المفروض تشتغل معاهم، وهالشغل هذا اذا تم ان شاء الله بيفتح لك وايد خير صراحه. والله الهام انا قلت لك عندي ظرف طارئ صراحه، والظرف هذا عندي وايد صعب وغالي علي. عموما انا حددت معاهم موعد ان شاء الله بعد 3 ايام، والريال حسيته وايد متعاون معانا وقال ان شاء الله بعد 3 ايام ممكن نحدد موعد ثاني. مشكوره وايد ما قصرتي. انا ما ادري شو اطلع من ازاج. شكرا الهام. لا ما تقول شيء، انا ما سويت شيء. استاذ ابراهيم. تفضلي. ولو انها لقافه مني يعني، بس ممكن اعرف شنو اللي خلاك ما تجي اليوم؟ اللي ما خلانا هي اليوم عندي بنتي ألو الله يحفظها، بنتي الصغيرة طاحت علينا وتعبت شوي، وديتها الطبيب وكان هنا انا مجابلها وقاعطيها ادويتها. سلامتها عسى ما شر. عاد شلون بعد من رب العالمين؟ تغيير جو يمكن ولا شيء، ما ادري شنو الظرف بالضبط، وكان مجابلها الحين وقاعد اعطيها دواها. ما عليها الا العافية ان شاء الله. ممكن تعطيني اياها اكلمها واسمع صوتها؟ اوكي اوكي. هاج لو هذه عميمة الهام كني. اوكي حبيبتي ألاء. يا بعد عمري ألف سلامة عليك. إيش فيك؟ الله يسلمك خالتي. فيني ولا فيك يا أميرة يا روحي يا قمر أنتي. يلا ما يخالف، كلها كم يوم إن شاء الله وتصيرين وايد زينة. لا خالتي إن شاء الله ما تتعبين، وأنا أبي أشوفك. بس ما طلبتي الحين أيك ركض كل لك يا روحي. مشكورة خالتي، وأنا راح أصير زينة لما نشوفك. إن شاء الله حبيبة قلبي. ممكن تعطيني بابا كلمة؟ قوية. هلا هلا الهام. أستاذ إبراهيم بعد إذنك ممكن تطرش لوكيشن بيتكم والعنوان بالضبط؟ أبي أي أشوف ألاء بعد إذنك يعني. الهام أكيد ما عندي مانع وأسمح، بس ما له داعي يعني تعبين نفسك ومكتبك بعيد بالنسبة حق بيتي وتطقين درب وعندك شغل وتهدين وتين عشاني. لا لا أبدا ما فيها لا عطلة ولا شيء. اللوكيشن لو سمحت ما تنسى. يلا الحين أدز لك اللوكيشن. ماشي ناطرتك. مع السلامة. الله يحميل منها وراحتي تقعد ما اوو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 و
بسم الله عليك الرحمن، خلنا نحطش بعد شوية كمادات عشان تصيرين زين وتصيرين بطلة.